ازيكم؟ صباح الخير. طبعا يعني الفترة اللي فاتت احنا بنتابع قضية الطفلة الصغيرة اللي تم الاعتداء عليها، وده خلاني افكر في مفهوم الستر، لان طبعا الرجل القميء اللي عمل كده هو صوره ملت الدنيا كلها، واتعرف عنه يعني يعني هذا الداء الوحش والأذية اللي عملها في الآخرين، واتفضح زال ستر الله عنه. وده فكرني بحديث قدسي كنت قريته في كتاب من كتب الشيخ الشعراوي من زمان قوي، إن الإنسان عليه 9 أستار، لما بيغلط ولما بيخطئ ربنا سبحانه وتعالى بالستر ده بيحميه وبيغطيه وبيديله فرصة إنه يتوب، لكن الإنسان الجاحد بيتمادى وبيخطئ مرة أخرى. وخلوني أقرأ لكم حتة قريتها في كتاب الشيخ السيوطي، برضو بيتكلم على أستار المؤمن أو أستار الإنسان، إن الإنسان بيغلط فالملائكة بيقولوا لربنا سبحانه وتعالى إن هذا الإنسان غلط، فربنا بيرد عليهم إيه؟ استروه، لأن الناس يعيرون ولا يغيرون، فتحف به الملائكة بأجنحتها يسترونه من الناس، فإن تاب قبل الله منه ورد عليه ستوره، ومع كل ستر 9 أستار. فإن تتابع في الذنوب قالت الملائكة ربنا إنه قد غلبنا وأعذرنا، فيقول الله استروا عبدي من الناس، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون. تاني، فتحف به الملائكة بأجنحتها يسترونه من الناس، فإن تاب قبل الله منه ورد عليه ستوره، ومع كل ستر 9 أستار. فإن تتابع، يعني فضل برضو يعمل في الذنوب، تتابع في الذنوب قالت الملائكة يا ربنا إنه قد غلبنا وأعذرنا، فيقول الله استروا عبدي من الناس، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون. فتحف به الملائكة بأجنحتها يسترونه من الناس، فإن تاب قبل الله منه، وإن عاد قالت الملائكة ربنا إنه قد غلبنا وأعذرنا. المرة دي بقى ربنا سبحانه وتعالى هيقول إيه؟ فيقول الله للملائكة تخلوا عنه، فلو عمل ذنبا في بيت مظلم في ليلة مظلمة في جحر أبدى الله عنه وعن عورته. يعني الموضوع صعب قوي، وستر ربنا ما بيبقاش في الحاجات الأخلاقية الكبيرة وبس، إن احنا ربنا سبحانه وتعالى ما يوقعناش في غلط أخلاقي، في التعرض لعرض الآخرين والكلام ده، ولكن الذنوب كلها، الحاجات الصغيرة حتى اللي احنا بنعملها وبنفكر فيها على إنها حاجات تافهة وبنعملها أحيانا بلا وعي. وده خلاني طلعت من مفهوم الستر لمفهوم التمادي. الواحد يتمادى في التجاهل، الواحد يتمادى في الإهمال، الواحد يتمادى في الكذب، يتمادى في الطلسقة، عدم إتقان العمل، يتمادى في النميمة، يتمادى في تضييع فلوس الناس، يتمادى في إنه يستحل فلوس الناس، يتمادى في إنه ما يشتغلش بذمة فيبقى الفلوس اللي بياخدها من شغله دي فلوس مش حلال، يتمادى في الجسم في الكذب الصغير اللي ملوش معنى، ونفضل نتمادى 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 لغاية ما هتيجي اللحظة
اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكة تخلوا عنه. صعب قوي، صعب قوي. يعني ولما بفكر في الموضوع ده قلبي بيتخض من جوه. لما بيحصل المواقف دي ربنا سبحانه وتعالى بيسترنا. عشان كده بقول لكم مش الستر مش لازم تكون في حاجات كبيره قوي، واحد عاكس واحده او واحد اعتدى على واحده او الكلام ده. كمان لما واحده فينا تاثر في حق جوزها، ما هو ده ذنب. لما زوج يستغفل مراته ويكذب عليها او يعاملها بشكل مش كويس، ما هو ده ذنب. وعدت مرة ومرة ومرة، فده بيخلينا نتمادى ونتمادى ونتمادى. اللي اتقفش في رشوة دي مش ممكن تكون الرشوة الاولى، اكيد اخد رشوة قبل كده. اللي يتقفش في حاجة ويخرج ويفتكر ان دي المرة الاولى، لكن لا، ما بتبقاش المرة الاولى. بيبقى في ذنوب مشابهة عملناها وقعنا فيها وربنا سترنا، لكننا تمادينا وفضلنا نتمادى مرة في مرة في مرة في مرة. وكل مرة ربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكة استروه، لأن الناس يعيرون ولا يغيرون. وده يعني لما قريت الجملة دي فكرت في موقف كده غريب. وانا بكلم ام وهي بتشتكي من ابنها، فانا بقول لها امنعي عنه المصروف، ما تديلوش فلوس من ورا بابا، ما تكذبيش على بابا وتخبي عنه البلاوي السودة اللي بيعملها الولد. وفي موقف من المواقف شفت الام وهي بتعاير ابنها، بتقول له ده انا ياما خبيت عنك، ده انا ياما عملت، ده انا ياما عملت. يعني حتى الام بتعاير ولكنها لا تغير. طب انتي ما حاولتيش ليه تربيه؟ ما جربتيش ليه تغيري الاسلوب؟ فضلتي ليه تعملي الغلط معاه مرة في مرة في مرة؟ فضلتي ليه تكذبي على بابا؟ فضلتي ليه تخبي الأعمال المشينة اللي هو بيعملها؟ فضلتي ليه تديله فلوس وانتي عارفة انه هياخد الفلوس يعمل بيها حاجة مش كويسة؟ ليه؟ لأن الناس يعيرون ولا يغيرون. عشان كده لما بقول لكم ان التغيير لازم يكون من جوانا، مفيش حد بيغير انسان ومفيش حد بيتغير علشان انسان. سيبكم من الافلام والرومانسيه والكلام المغلوط اللي احنا بنشوفه والمفاهيم اللي في ارض الواقع مش حقيقيه. مفيش انسان بيتغير علشان انسان، في انسان بيتغير علشان قرر انه يتغير وشاف ان التغيير ده مفيد. ممكن يكون الطرف الاخر مجرد سبب ربنا ساقه في حياتنا علشان تفتح عينينا على حاجات معينة فناخد قرار التغيير. واللي بيتغير علشان بني آدم بيبقى تغيير مؤقت وترجع تاني ريمة لعادتها القديمة، لأن التغيير ما كانش من جوه الشخص. كل واحد فينا عنده رصيد من الستر زي رصيد البنك. لو فضلنا نسحب من الفلوس اللي في البنك، نسحب نسحب نسحب، هيخلص الرصيد. لو فضلنا معتمدين ان ربنا سترنا مرة ومرة ومرة، ما هي الأستار دي هتخلص. طيب نستغفر ونتوب بس نرجع تاني للذنب، ونستغفر ونتوب ونرجع تاني للذنب. ربنا بيدينا مهل، بيمهلنا، بيدينا مهل، مهلة ورا مهلة ورا مهلة، بيرجع لنا الأستار تاني. لكن هيجي في لحظة من اللحظات زي ما قريت في الكتاب إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للملائكة تخلوا عنه. فلو عمل ذنبا، شفتوا الذنب هنا مطلق، ما قالوش بقى ما قالش إيه نوعية الذنب. فلو عمل ذنبا
في بيت مظلم، في ليلة مظلمة، في جحر أبدى الله عنه عن عورته، يعني ربنا يفضحه. زمان يعني جدتي بتقولي إن مفيش شخص بيتمسك من أول مرة. كان في حد وهذا الشخص أو هذه الإنسانة سرقت واتقفشت، فجدتي قالت ما أنا كنت عارفة. كنت عارفة؟ كنت عارفة، هي بني أدمة، هي إنسانة. جدتي ادتها أعذرها برضو، إنها كانت إنسانة طيبة قوي وجميلة قوي، فادتها أعذرها. لكن بعد كده ما وقعتش في إيدين جدتي، وقعت في إيدين شخص آخر، فالشخص الآخر ما ادهاش العذر. ربنا سبحانه وتعالى سترها مرة في مرة في مرة، وحطها قدام شخص ما عايرهاش، اللي هي جدتي، وهذه الإنسانة ما عايرتهاش، ما قالت لهاش، قالت لها ما تعمليش كده تاني. فده برضو نوع من ستر ربنا، ولكنها تمادت. كل واحد فينا يفكر، وأنا منكم، يا ترى في شخص أنا بعامله بشكل وحش؟ طيب هل أقدر أغير التعامل ده؟ هل في إنسان له حق عليا وأنا ما بديهوش هذا الحق؟ يا ترى أنا في شغلي بعمل كل ما أستطيع علشان أخلي شغلي أحسن شغل؟ هل أنا بعمل كل ما أستطيع في تربية ولادي؟ هل في ذنب ولو صغير إن أنا كنت أروح للمدير كل يوم أقول له العربية ما دارتش عشان محرجني رحت متأخر، مع إني بقعد أعوض الوقت وباخد الشغل معايا في البيت والكلام ده كله، ولكن في النهاية طلعت كذبة برضو، أو أنا أدركت إنها كذبة برضو. ولما قررت ان انا ما اكذبش وما اقولوش الحجه دي، انها مش حجه، دي كذبه، لقيت الراجل متفهم، ووصلنا لحل وسط. وصلنا لحل وسط. لما نقرا قضايا وحاجات زي كده نفكر في انفسنا، ونفكر في ازاي انا ممكن احسن نفسي واحسن حياتي، وايه الحاجات الصغيره التافهه. ودايما اقارن نفسي بنفسي، يعني انا يمكن اكون سيده فاضله مقارنه بشخص تاني ما بعملش الحاجات اللي بتعملها انسانه تانيه مثلا، لكن انا بيني وبين نفسي يا ترى هي دي احسن صوره نفسي اكون فيها؟ يا ترى ده الاصدار الاحسن من نفسي؟ طيب عشان اوصل للاصدار الاحسن من نفسي اعمل ايه؟ اغير ايه؟ وبيني وبين نفسي كده وابتدي اعدل. ولما اغلط تخيلوا كده، تخيلوا الفيجوال بتاع ان الملائكه حوطانا وسترانا، وان لما نغلط ويتشال ستر، يا ترى رصيدي من الستر قد ايه؟ وامتى هيخلص؟ فطبعا يعني اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، علشان لما نقابل ربنا سبحانه وتعالى نكون مستورين، علشان لما نمشي في الدنيا ونقابل ناس نكون مستورين، وان ربنا سبحانه وتعالى يستر عيوبنا، لان احنا كلنا عندنا عيوب. وافهموا واعرفوا الناس يعيرون ولا يغيرون، فحافظوا قوي على الأستار اللي ربنا سبحانه وتعالى منحلنا في حياتنا في كل حاجة. ربنا سترنا لما جحدنا نعمة من النعم، وفضلت النعمة مستمرة في حياتنا مع ان احنا جاحدين لهذه النعمة. فنفكر كده، يا ترى ايه النعمة اللي في حياتي اللي انا جحدتها؟ لما بتجيني سيدة من السيدات وبتقولي جوزي فيه وفي الزمان وعايزة اتطلق وعايزة اسيبه والكلام ده،
بطلب منها تعمل حاجة غريبة قوي، ودي حصلت مع أكتر من سيدة. قلت لها يعني قلت لهذه السيدات، لهؤلاء السيدات، اكتبوا لي 20 نقطة كويسة في جوازاتكم. في الأول لا 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 لا، مفهوش أي حاجة عدلة، ده فيه كل حاجة وحشة فيه، وأنا بأصر اكتبوا 20 نقطة كويسة في جوازاتكم. واللي حالها بينصلح صدقوني، هما السيدات اللي فضلوا معايا وكتبوا، وفي منهم بيكتب أكتر كمان من 20 نقطة كويسة في جوازاتهم، وتبتدي نظرتها لجوزها تتغير، نظرتها لحياتها تتغير، نظرتها لنفسها تتغير، تبتدي تفكر ايه ده في حاجات أنا كمان برضو غلط أنا بعملها، ده في حاجات مؤذية أنا بعملها. النهاردة دعوة ان احنا نقيم رصيد الستر اللي عندنا، ودعوة ان احنا ندعو ربنا سبحانه وتعالى ان يسترنا، وتفضل الملائكة تحفنا بأجنحتها ولا يزول عنا الستر أبدا. أشوفكم الفيديو الجاي.